اسمع اسمع اسمع، اليوم غادي نعطيكم وجبة بزيرو درهم، سيرتو صحاب لاصال حيت شبعانة بروتين وغليكوجين. بغيتي تعرف شنو هي هاد الوجبة؟ تسناو. ولكن قبل ما نعطيكم الوجبة غادي نمشيو نترينيو شوية. انا يلاه فقط دابا باقي ما فطرتش، انا غادي نعدم المحلاب صاحبي، غنضرب عنده واحد كويس ديال البنان خربيه، ومن تما غنمشيو نترينيو السكواد وشوية ديال لي زابدو باقي. واحد بان الله من بعد ما سالينا الحصة الواعرة الأصدقاء، دابا غادي تعرفوا الوصفة السحرية اللي شبعانة بروتين وفابور. شاف أنا بخير بشي مزيان، حسن ما كاينش، حسن ما كاينش، تما نجي ما نلقاش. ولي شاف كاين شي رجلين ديال الدجاج. عندي واحد الكلب في الدار، مرة كنبوزن، ما كانش شي لعيبة جمع ديال الله. ها كيما شفتوا الاصدقاء، احنا خدينا الوصفه السحريه فابور اللي هي هذه. المهم قبل ما تقولوا ديك اللعيب ديال يا ويخ وكذا وهادي، تا نطلع للدار ونعطيكم المنافع ديالها ونقول لكم شحال فيها ديال البروتين وكذا وهادي، وعاد ديك الساعه حكموا الاصدقاء. دابا غادي نمشيو كما قلت لكم باش نعطيكم كل حاجه بالديتاي، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش طيبوا هاد العجب هذا. تعيشوا فابور الاصدقاء. شوف شحال الدجاج بالكيلو، 360. حنا مالنا لا نمشيو حنا نتقداو الدجاج حنايا ب 360، نتقداو حاجه فابور. ولكن حاجه القضيه الاصدقاء، قبل ما تمشيو تاخذوا هذه الوصفه هذه، الله يرضي عليكم الله يرحم باكم، غنطلبكم باش ما تحرموهاش علينا. ملي تمشيو تبغيو تاخذوا هذه اللعيبه قولوا لي ما عندنا كلب في الدار، فهمتوني؟ حيت لا استمعونا حنا صحاب لاصال ولينا كناكلو رجلين ديال الدجاج مع هاد غلاء الاسعار وكذا، غادي يزيدوا علينا فيهم غنوليو ناخذوهم بالفلوس. ما خليهم فابور الاصدقاء، تمشي عندهم الدجاج كل اخويا عطيني رجلين ديال الدجاج راه عندي واحد الكلب في الدار الله يرحم الوالدين. ايوا دابا حلو معايا وليناتكم وسمعوني مزيان، نقول لكم دابا القيمه الغذائيه 70 غرام ديال رجلين ديال الدجاج شحال فيها. اولا بالنسبه للسعرات الحراريه، كل 70 غرام فيها 150 سعره حراريه، بروتين فيها 14 غرام ديال البروتين كل 70 غرام. بالنسبه للدهون كاين 10 غرام، الكربوهيدرات 0.14، الكالسيوم 5%، الفوسفور 5%،
بالنسبة للفوائد ديالو الأصدقاء، خلينا متفقين تماما ان رجل الفرخة فيها نسبة عالية من الكولاجين اللي هو بيحافظ على البشرة والجلد وبيقلل الشيخوخة. ده كمان برضه فيها حديد اللي بيقلل الأنيميا، ومليانة بروتين اللي هو مفيد للعضلات وبيجدد خلايا وأنسجة الجسم. ده كمان بتقوي الجهاز المناعي اللي بيحارب الأمراض، وبرضه بتقوي العظام والمفاصل والأوتار، ومفيدة جدا لو حد عنده التهاب مفاصل، وبتحسن مستوى السكر في الدم وبتحفز الأنسولين. بص، رجل الفرخة فيها فوائد كتيرة جدا. انا بالنسبه لي نقدر ناكلهم بالرجوله، الا كنتي انت ما تقدرش تاكلهم سير اخويا شري كيلو ديال الدجاج ب 360 ريال. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبوا داكشي. اولا ها هما الرجيلات ديالنا، غادي نقيهم وكذا، غنحي لهم الضفار وداكشي. هنايا حطيت الماء كيسخن، درت فيه هنايا نص حامضه، هذا اش كيقولوا ليه ورقه سيدنا موسى، غنحطهم هنايا تقريبا واحد ربع ساعه جاي تحيد منهم هذيك الزفوريه وكذا، غنحيد لهم هذيك الجلده كامله. ودابا عاد ساليت الاصدقاء النقيه ديال داكشي، نقيتهم سكسكت عليهم، حيد لهم دوك الفاروبته. دابا حطيتهم في داك الماء اللي كنت وريتكم، نخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه ونعاودوا نرجعوا لهم. ومن بعد ما سالات 15 دقيقه تقريبا، كما كتشوفوا الوصفه ديالنا غادي تكون وجدات. غنحاول دابا نحيدها ونعاود نحيد هذيك الجلده اللي كتكون على برا الصفره باش كيبقى غير اللحم. وعاد غادي نديرو الوصفة الاوريجينال، نديرو عليها التوابل وكذا باش يجي داكشي بنين. ونقينا الرجيلات ديالنا والمسائل كما كتشوفوا، ولاو ولاو لقين زوينين. دابا غادي نبداو نديرو التوابل وداكشي باش يجي داكشي بنين. نديرو مليحة بجوج، ندير هذا طبق بلوبين شاع، نديرو البزار، تحميرة، هذا الخرقوم ما عنديش معاه، سكينجبير، كمون، اللعيبه واحد التويشيه ما عرفتش شناهي حتى هي، غنديروها، غنديرو شويه ديال الزعتر، وبحال هاد التويه واحد جوج ديال الثوم بحال هاد اللعيبه صغار، روحهم بحال هاكا. غنزيدو عليهم الوصفة الرئيسية اللي هي الرجيلات ديالنا. صافي الأصدقاء، ونبقاو على هادشي تقريبا خليهم واحد نص ساعة. بعد نص ساعة غنحطو الوصفة ديالنا وغندوقها ونقول لكم كيفاش جاني. بيني وبينكم أول مرة كنت كليتها في الشينوا، ولكن في الشينوا كيديروها بواحد الطريقة كيجيو معسلين، كيديرو فوقهم الجنجلان. هنايا ما عرفتش، انا درت لهم الطريقه كيفاش كنطيب انا الدجاج، نشوفوا كيفاش غادي يجي ونبقاو نقول لكم كيفاش جا. توليتي كلبش تاكلو؟ ها دابا اصدقائي غندوزو لفتره التذوق، نبقاو هادشي كيفاش جا. زيد تاكلي معايا. لا خويا، ولكن انا نقول كليب والله شي جناتي بروح، والله حتى واعر عليك، والله شغال غير بشي عطاك او حيدو صغيرة دوقع بولي عشي بحالة صد أصدقاء بحال الكرعين ديال الغنمي. نعم ما نعم ها نعم 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 ها نعم 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 الفيديو ديال اليوم. وديما مع محاربة الأسعار كما كتشوفوا، كنجيب لكم العودة الأصدقاء.
كيف العادة ما تنسوش لايك سبسكرايب خليوا لينا شي كومنتار يكون ماضي وليوا ديروا لايك وسبسكرايب ديروا لايك وسبسكرايب ودوزوا على القناة باش يوصلكم كل شيء جديد. ها تهلاو.